الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، حلقة جديدة مع موقع 48 حول صلاة عيد الأضحى المبارك. أولا، صلاة العيد هي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى، ويجوز صلاة العيد أيضا في المساجد، وإن شاء الله سوف تقام صلاة العيد في هذا العام في مسجد المحمودية وفي متنزه العجمي، وسوف تكون الصلاة في تمام الساعة 6:46، ويسن للإنسان أن يبكر لمجيئه إلى المصلى لكي يلحق بإخوانه المسلمين ويقوم بالتكبير والتهليل حتى قدوم الإمام. صلاة العيد ركعتين، يبدأ الإمام بهذه الصلاة بتكبيرة الإحرام، وبعد تكبيرة الإحرام يأتي بسبع تكبيرات، بين كل تكبيرة وتكبيرة نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقرأ الإمام سورة الفاتحة، ثم يقرأ سورة الأعلى، ويركع ثم يسجد، ثم يقوم للركعة الثانية، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يأتي بخمسة تكبيرات، أيضا نقول بين كل تكبيرة وتكبيرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقرأ الإمام الفاتحة، ثم يقرأ سورة الغاشية، ويتم هذه الصلاة. وبعد أن يسلم الإمام من الركعة الثانية يقوم خطيبا بين الناس، وهنالك نقطة مهمة، في هذه السنة سوف يجتمع عندنا عيدين، عيد الأضحى المبارك وعيد يوم الجمعة، ولذلك اختلف العلماء إذا صادف العيد يوم الجمعة هل تسقط صلاة الجمعة أو لا تسقط. جمهور العلماء أن صلاة الجمعة لا تسقط، ولذلك الأحوط والأفضل أنه من حضر صلاة العيد أن يحضر صلاة الجمعة كذلك. وعندنا قول معتبر عند الحنابلة أنهم قالوا إذا اجتمع صلاة العيد مع صلاة الجمعة تسقط صلاة الجمعة، ولكن لا تسقط صلاة الظهر، وهذه نقطة مهمة. صلاة الظهر لا يقول أحد من أهل العلم المعتبرين أن صلاة الظهر تسقط، التي تسقط هي صلاة الجمعة فقط. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.